مساء الخير على حضراتكم، واهلا بيكم معانا حلقه جديده من حلقات برنامجكم ليوم الاثنين 28/6/2021. الحقيقه احنا كلنا بنجهز للاحتفال بثوره 30/6. مشاعرنا بتوجهنا قبل مهنيتنا، وإيماننا بيوجهنا قبل حرفتنا، لأنه اليوم ده يوم عظيم في تاريخ الشعب المصري. وبعد بكرة العالم كله هيشهد مصر كانت فين في 30/6/2013 لما قررت تنتفض، ولما كأنها بتعتذر لنفسها لأن في قطاع منها وافق وانتخب، وده إن كان هو دليل فهو دليل على ديمقراطية حقيقية، إنه الانتخابات بالفعل راحت لقطاع كان جزء من الشعب المصري كان متخيل إنه الناس دي بتاعت ربنا، وإن الناس دي أمينة، وإن الناس دي على الأقل ما بتسرقش، وعلى الأقل ما بترتشيش، وعلى الأقل هتحكم بحق ربنا. لكن الشعب المصري ما أخدش شهور واكتشف الديكتاتورية وعدم الأمانة والفشل الزريع والكذب بوعد كبير جدا، مشروع اسمه مشروع النهضة، وطلع مفيش، طلع فنكوش، ده اللي كتب في الجرائد، ده مش كلامي، وطلع مفيش حاجة اسمها مشروع لنهضة مصر. حتى اللي كانوا معولين عليهم ان هم يرفعوا من شأن الدين الإسلامي لم يبنوا جامع واحد في سنة ما حكموا مصر. شيء يعني القاسي والداني، المسلم والمسيحي، الكبير والصغير، شاف فشلهم وشاف ديكتاتوريتهم وشاف المقولة اللي هم بيطبقوها في أكتر من مكان، اللي اسمها One person, one vote, one time، شخص واحد تنتخبه مرة واحدة وكل سنة وانت طيب، مفيش انتخابات بعد كده. وده اللي حصل في فلسطين على إيد حماس. وشافوا كمان، كانوا بدأوا يشوفوا الدول اللي فشلت لما هم تمكنوا من الحكم فيها. فلفظ الشعب المصري هذه الفئة الضالة وعرف، والأيام أثبتت اللي كنا بنقوله وقتها، وقت ما كانوا في الحكم والفيديوهات موجودة، إنهم مش أمنة، إنهم مرتشين، وإنهم حرامية، وإنهم باعوا مصر. باعوا مصر لما محمد مرسي زار أثيوبيا وهو في الطيارة نزلوا في جرايدهم إنه وافق مصر توافق على بناء سد النهضة. باعوا مصر لما اتفقوا مع إسرائيل على أنه يفضوا قطاع غزة، أكبر مكان فيه كثافة سكانية، يعني أصغر مساحة فيها أكبر عدد من السكان في العالم، وهي دي الكثافة، عدد السكان على مساحة الأرض، أكبر كثافة سكانية في العالم، ويجيبوهم عندنا في جزء من سيناء. باعوا مصر لما عملوا خريطة مصر في رئاسة الجمهورية في خلفية رئيس الجمهورية كل يوم بدون حلايب وشلاتين وبدون جزء من سيناء. باعوا مصر لما خانوها تربحوا من وراها وقتلوا ولادها وكسبوا من وراها وكسبوا عليها وعلى شعبها، حتى في اللي يخص جماعة الإخوان الإرهابية، بعتوا الولاد يموتوا وبعتين ولادهم بره يسافروا يتعلموا ويرفلوا في النعيم، وفلوس فلوس فلوس عمالة تتاخد. لكن أنا وعدتكم وقلت لكم أنه هيجي يوم كل الأحداث دي هتتحول إلى قضايا في المحاكم ومصر هتاخد حقها. مصر لو كان جزء من شعبها غلط فهو غلط في رأي حر اختيار، كان شايف أنه أول مرة تقريبا يعني يختار بحرية، فليه لأ وليه ما نجربش. وحقق مقولة نجيب محفوظ الأديب المصري العالمي الروائي العظيم لما قال جزء ليس قليل من الشعب المصري لديه هوى تجربة حكم إسلامي.
لكن لما عملوا ده عملوه بالديمقراطية، عملوه في الصناديق، ولما صححوا ده صححوه بالديمقراطية وصححوه في الصناديق. رغم يعني كل اللي كنا بنعرضه على حضراتكم وقتها من الصناديق اللي كانت بتتبدل والتزويرات اللي حصلت و إلا إنه في الآخر ما نقدرش ننكر إن في جزء انتخبهم، أيا كان الجزء ده له احترامه وعلينا توعيته. الآن بعد 8 سنين من ثورة 30/6 شوفوا مصر كانت فين وبقت فين، شوفوا مصر اللي كان جزء مش قليل من شعبها عايش وسط أكوام الزبالة، وكان ممكن نفضل كده 20 سنة في الحالتين، كان ممكن كده نفضل 20 سنة لو فضلنا معاهم وضحكوا علينا بشوية السندات والفلوس اللي جابتها قطر وغير قطر عشان يبينوا قال يعني في رخاء اقتصادي، وكانوا يفضلوا يسرقوا بقى وينهبوا لأنه ما كانوش هيبقوا كشفوا. وكان ممكن نفضل كده لو كان عندنا قيادة سياسية خدت منهم البلد عن حق بإرادة شعبية واختيار حقيقي، لكن قالت الأولوية لمكافحة الإرهاب بس. لكن لولا إن ربنا هدانا لقيادة حكيمة طبقت آية في الكتاب المقدس قالها نحمية في سفر نحمية لما راحوا مرة تانية عشان يبنوا بلدهم اللي كانت خربت وكانت ساعتها عاصمتها أورشليم، قالوا يد تبني ويد تحمل السلاح. وأعجب بالآية دي والشعار ده جمال عبد الناصر وأطلقه، وإحنا كمان بنعمل كده من 2014، بنبني وبنسلح، بنأكد لجيشنا قوته وريادته، لدرجة إن أنتوا دلوقتي بقيتوا تسمعوا جملة لها وقع مروع في العالم، إن أمن الأردن لا يتجزأ، جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي. وده لسه تصريح قاله سيادة الرئيس في لقاء القمة اللي جمعه بجلالة ملك الأردن جلالة الملك عبد الله ابن الحسين من يومين بالظبط. أيضا تلاقوا التصريح متكرر على السعودية، متكرر على الخليج. ليه؟ ما هي أصلها مش كلمة ولبانة، هي جيش قوي، جيش لما يقول لو حد طال دولة من الدول دي مصر هيبقى لها تصرف، إذا كانت السودان، إذا كانت العراق، إذا كانت الأردن، إذا كانت دول الخليج، إذا كانت السعودية، فهو جيش قادر، لأن في يد تحمل السلاح. واليد اللي بتبني بقى بقالنا أسبوعين عمالين نكلمكم عنها ونوريكم بالصوت والصورة كل الخبراء، وكتير منهم كنا بنستضيفهم في أيام الضلمة أيام السواد، وكانوا بيعترضوا على خطط، مفيش خطط للدولة تخص الكهرباء، مفيش خطط تخص الغاز، مفيش خطط تخص العشوائيات، مفيش خطط تخص العمالة الغير منتظمة، مفيش خطط تخص المعاشات، مفيش خطط لإنقاذ الموظفين الغلابة، مفيش خطط. النهاردة مصر أصبحت دولة بجد استراتيجية، عندها خريطة حقيقية للاستثمار وللتنمية ولكل مجال، للطاقة، للاتصالات، للرقمنة، للأطفال. أظن يعني مفيش أجمل من اللقطات اللي شفتوها مبارح في التقرير بتاع جائزة المبدع الصغير. أنا شخصيا أحمل سعادة خاصة لهذه الجائزة لأن واحدة من بناتي اللي تشرفت بإني دربتهم على التمثيل اسمها سيلينا سمير سعد. سيلينا خدت جائزة أفضل تأليف مسرحي لأن ما لقتش فرع للتمثيل في جائزة المبدع الصغير، فكتبت مسرحية وهي بجد موهوبة، وكانت النتيجة إنها المسابقة دي تقدم ليها 4000 شخص زي ما سمعته من دكتور هشام عزمي رئيس المجلس الأعلى للثقافة ورئيس اللجنة العليا لجائزة المبدع الصغير اللي بتشرف عليها السيدة انتصار السيسي شخصيا حرم السيد الرئيس، وده تكريم كبير جدا. خدت المركز الأول هي وكتير من ولادنا اللي فرحونا، مصطفى وأحمد عثمان وجولي فاروق ومينا شاكر وناس كتير شفتوا أساميهم مبارح وغيرهم.
مصر بتتغير، مصر بتطلع لقدام. من ضمن الموضوعات المهمة اللي مصر بتسعى فيها بقوة شديدة هي عملية سلام شاملة بين مصر وفلسطين، بين إسرائيل وفلسطين. فكان في النهاردة مكالمة هاتفية شديدة الأهمية بين سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إسرائيل الجديد، ومحاولة جديدة لإحياء عملية السلام. عندنا النهاردة موضوعين، فقرتين للحوار: اشتراك مصر في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، وحنشوف الموضوع ده مع دكتور محمد محمود الباحث في جامعات الإسلام السياسي. وعندنا فقرة حوار أخرى تخص مجلس النواب اللي وافق بشكل نهائي على قانون صندوق طوارئ المهن الطبية. يكون معنا دكتور خالد أمين، أمين عام نقابة الأطباء بالجيزة، والمتابع اللي متابع معنا هذا الموضوع واللي دايما يشكر البرنامج ويشكر القناة على اهتمامها بالجيش الأبيض واهتمامها بالوصول لرفاهية وحياة كريمة لأبناء هذا الجيش. خليكم معنا، هنستعرض كم خبر وبعديه تفاصيل الأخبار. بر هو المكالمة الهاتفية اللي قلت لحضراتكم عليها بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إسرائيل الجديد بنت. السيد الرئيس بيؤكد أهمية الحيلولة دون تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين. طبعا تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار اللي مصر نجحت فيه واللي أشاد بهذا النجاح العالم كله مش هيحصل إلا لو وافقت إسرائيل وفلسطين بكل أطيافها على عملية سلام شاملة وعادلة، وده اللي أكده السيد الرئيس في المكالمة النهاردة. الخبر اللي بعد كده: ترحيب الولايات المتحدة الأمريكية بزيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعراق. والحقيقة أنه دي حاجة تسعدنا جدا، أنه نشوف أنه أكبر قوة في العالم الولايات المتحدة الأمريكية سعيدة بهذا التحالف، تحالف الشام الجديد، مصر والأردن والعراق. والحقيقة أنه العراق كان أقوى جيش في فترة من الفترات، لدرجة أن الإسرائيليين قالوا لازم نقضي على جيش العراق وجيش مصر وجيش سوريا عشان يبقى في دولة آمنة عبرية اسمها إسرائيل. الكلام ده من الستينيات، لكن الحمد لله هترجع تاني جيش مصر الحمد لله في منتهى القوة، ورجع أقوى من قبل كده بكتير، لكن هترجع تاني القوات المسلحة العراقية بفضل أبنائها وبفضل الخبرات المصرية والأردنية في هذا التحالف الجديد اللي فيه جزء استثماري وجزء اقتصادي وجزء شبكة نقل طرق وشبكة كهرباء. الحقيقة يعني هيبقى فيه خير كتير جدا من هذا التحالف إن شاء الله. الخبر اللي بعد كده: تهنئة عدد من رجال الدولة على رأسهم رئيس مجلس الوزراء للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالذكرى 8 لثورة 30/6. هيكون معانا عدد من التهاني المهمة اللي أرسلت النهاردة للسيد الرئيس وللشعب المصري بمناسبة هذه الثورة العظيمة. آخر خبر عايز أستعرضه مع حضراتكم: مشاركة سيادة الوزير السفير سامح شكري وزير خارجية مصر في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش بروما، وهي مشاركة يعني فيزيكالية بالجسم، يعني مش مشاركة افتراضية. والحقيقة على هامش هذا الاجتماع عقد السيد السفير سامح شكري وزير خارجية مصر عدد من الاجتماعات المهمة جدا لتوضيح رؤية مصر في أزمة سد النهضة، وهتكون معانا بالتفصيل هذه الأخبار بعد لحظات. خليكم معنا. أهلا بحضراتكم معانا لنتحدث عن أخبارنا بالتفصيل. أول خبر طبعا ده خبر مهم جدا، وهو الاتصال الهاتفي اللي أجراه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة الصبح مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بنيت.
بمناسبة توليه مهام منصبه. طبعا بيبقى اتصال إجرائي للتهنئة، لكن الرئيس انتهز هذه الفرصة ليتأكد وليؤكد رؤية مصر للقضية الفلسطينية. كلم الرئيس في الاتصال عن دعم مصر لكل جهود التوصل لحل عادل بين مصر بين فلسطين وإسرائيل، بحيث ننهي أي حالة من حالات التوتر ونحقق سلام شامل في الشرق الأوسط. الرئيس شدد على أهمية أنه ما يحصلش أي توتر تاني يؤدي لانفجار الوضع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ودعم الجهود المصرية لإعادة إعمار غزة في المناطق، مش بس غزة والمناطق الفلسطينية المتضررة، وكمان تطور العلاقات الثنائية بين مصر وإسرائيل. رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت أعرب عن شكره وتقديره للجهود اللي مصر بتبذلها لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتوصل مصر لاتفاق وقف إطلاق النار الأخير ورعايتها لمفاوضات تبادل الأسرى، وأشاد بالنتائج اللي تحققت منذ توقيع البلدين على اتفاقية السلام حتى الآن برعاية أمريكا. دكتور أشرف الشرقاوي الخبير في الشؤون الإسرائيلية، مساء الخير يا فندم. مساء النور، أهلا بيك أستاذ المشاهدين. دكتور أشرف، يعني في مثل هذه الأحوال تكون مكالمة إجرائية للتهنئة، لكن الرئيس انتهز الفرصة ليؤكد على رؤية مصر الثابتة للقضية الفلسطينية في أكثر من منحة، مسألة وقف إطلاق النار وعدم تدهور الأوضاع، مسألة إعادة إعمار المناطق الفلسطينية المتضررة، وأيضا تطور العلاقات الثنائية. بتشوف المكالمة دي أهميتها إيه، وإيه النتائج اللي هتكون ليها على الأرض خلال الأيام القادمة؟ تعال نقول الحقيقة، أهمية هذه المكالمة من الدرجة الأولى هي أنها مكالمة معلنة، بمعنى أن مصر اعتادت في الفترات السابقة أنه يكون الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي اتصالات غير معلنة، ما كانت تغطي إعلاميا. لكن دي أول مرة مصر تعلن أنه كان في مكالمة حصلت بين الرئيس رئيس السيسي رئيس الدولة وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي، حتى لو كانت مكالمة إجرائية للتهنئة إعلانها بحد ذاته دليل على تطور العلاقات بين البلدين. ننتقل لما يتعلق بالجانب الفلسطيني. مصر حريصة دائما على مصلحة الإخوة الفلسطينيين، لكنها حريصة كمان على استمرار وجود حالة سلام على حدودها. التدخل المصري المباشر مع إسرائيل والفلسطينيين أدى للتوصل إلى التهدئة اللي كان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو بيسعى إنها ما تكونش كده. كان عايز يورث خلفه اللي هو بنت موقف حرب أو حالة حرب مع غزة، لكن تدخل مصر سبب في إنه يورث حالة هدوء جزئي يقدر يبني عليها مفاوضات سلام. وجود مصر في غزة من أجل جهود التنمية وجهود الإعمار بيساعد في الحفاظ على التهنئة، لأنه وجود شركات مصرية بتشتغل هناك وعمال مصريين هناك ومهندسين مصريين هناك بيخلي القوات الإسرائيلية قبل ما تعمل أي نوع من القصف أو أي ما تعمل أي نوع من حالة الحرب تحافظ على الناس دي الأول وتقول يا جماعة إحنا عندنا حالة توتر فابعدوا الناس بتوعكم. طيب دكتور أشرف، يعني بتشوف حضرتك أنه يعني ما زال هناك حساسية لعدد من المصريين تجاه مثلا لما نقول ان في تواصل مع مسؤولين اسرائيليين، لما نقول انه في زيارات رسميه لبعض الكبار السياسيين الاسرائيليين لمصر، يعني ازاي نقدر احنا كشعب ان احنا نوسع الوعي بتاعنا ونقول انه زينا زي اي دوله في العالم السياسه علاقه مصالح، لو مصلحتنا مع الجن الازرق لازم نعمل معاه اتفاقيات ونعمل معاه، ما نتكلمش على ما هو خاص بيسموه التطبيع، يعني اتفاق ثقافي اتفاق شعبي، لكن بنتكلم عن العلاقات السياسية. الحقيقة في السنة الأخيرة أو يمكن في السنة ونص الأخرين حصل تطور كبير قوي، مش بس في الإعلام المصري، لا في رؤية المواطنين العاديين في الشارع المصري الإسرائيلي. يعني في ناس بتتقبل وجود إسرائيليين في الشارع، يعني أنا شاهدت أكثر من مرة سايح إسرائيلي بيتكلم مع مواطنين مصريين يقول لهم أنا إسرائيلي، ومقابلينه بترحاب شديد. المسألة دلوقتي بالنسبة للمصريين مسألة مصالح فعلية. كل التوجيه اللي بيمتد للعلاقات الثقافية أو العلاقات الإعلامية أو غيره دي حاجة بترتبط بوجود موظفين في المجال ده ممكن يعملوا عقد أو لا. أعتقد أنه في خلال فترة بسيطة الدولة نفسها هتتغلب على المشكلة دي. طب أنا بشكر حضرتك دكتور أشرف الشرقاوي الخبير في الشؤون الإسرائيلية، والحقيقة أنا كنت بسأل السؤال ده لأنه مصر اختارت، وده من حقها انه ما يبقاش في تطبيع شعبي
وانه ما يبقاش فيه زيارات رايحة جاية لمصريين عاديين رايحين يتفرجوا او يتفسحوا في اسرائيل، اوكي هم حرين، لكن المسألة السياسية لا، احنا لينا حقوق بموجب اتفاقية السلام. وعشان كده لما جينا نقاوم الارهاب في سيناء اتقال لنا لا وقف عندك، وفي المنطقة جيب مش هيخش فيها عسكري، ده اتفاقية السلام بتقول. لكن العلاقات السياسية وقوة مصر لا، الموضوع اتغير، ودخلنا قوات ودخلنا معدات وحفظنا على أمن مصر في كل شبر، مش بس لا جيم ولا دال. فده مهم، العلاقات دي تبقى مهمة. الخبر اللي بعد كده ترحيب الولايات المتحدة بزيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعراق، وأيضا زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن في بيان على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة بترحب بهذه الزيارة التاريخية اللي جرت بالأمس وقام بها السيد الرئيس وملك الأردن لبغداد. البيان بيقول أن هذه الزيارة خطوة مهمة في تقوية الاقتصاد الإقليمي والروابط الأمنية بين مصر والعراق والأردن وتعزيز الاستقرار الإقليمي. أنا مش عايز أتكلم كتير في الحكاية ديت، لكن اللي أقدر أقوله أن أمريكا كقوة عظمى رغم طبعا أنها بتخشى تماما من أي تجمع عربي حقيقي قوي، بدليل إفشال القوات العربية المشتركة ليلتها بعد ما جه أحد الوزراء مش مهم مين، وزير الدفاع العربي يعني مش عايز أقول هو بتاع دولة إيه، وجه مصر بالفعل للتوقيع تاني يوم ابتدت الألعاب تتلعب، وانت خايف وانت متحفظ وانت مش هتيجي وانا مش موافق، فتلغت او تأجلت الفكرة. لكن هي طبعا قدام الناس كلها لازم تقول انها بتعزز السلام وبتسعد بانه يبقى في قوة حقيقية في المنطقة، لكن طبعا يعني على مين؟ اسرائيل بتقف بالمرصاد ضد اي تجمع خصوصا لو في شق عسكري، لكن اذا كانت هناك ارادة سياسية حقيقية لن يستطيع احد في العالم أن يقف أمام دول متجاورة عايزة تعمل لنفسها مكان على الخريطة، والمكان الاقتصادي والرفاهية الحقيقية مش هيحميها غير قوة وتجمع عسكري. دكتور مصطفى مدبولي، هنخش بقى في شوية التهنئات اللي جات لسيادة الرئيس وللشعب المصري بمناسبة ثورة 30/6 الرائعة. دكتور مصطفى مدبولي بيهنئ السيد الرئيس بمناسبة هذه الذكرى، ويعبر عن يعني سعادته بهذه المناسبة بالأصالة عن نفسه بالنيابة عن الحكومة كلها المصرية، وأطيب التمنيات للسيد الرئيس بالتوفيق والسداد لما فيه خير مصر وشعبه. في هذه البرقية بشأن التهنئة، عاهد الدكتور مصطفى مدبولي السيد الرئيس بأن تواصل الحكومة بذل المزيد من الجهد والعطاء لدفع عجلة التنمية في مسيرة النهضة الشاملة اللي بتشهدها الدولة المصرية تحت قيادته لتحقيق تطلعات وطموحات المواطنين. وأخيرا قال أن ثورة 30/6 شكلت يوما فارقا في حياة الشعب المصري اللي خرج بالملايين منتفضا ضد قوى الشر والظلام اللي اختطفت الوطن ليملأ الميادين في مشهد حضاري شهد له العالم كله. صنع بذلك الشعب المصري واحدة من أعظم الثورات في تاريخ العالم المعاصر لاستعادة هويته وإنقاذ مصر من الفوضى والانهيار، واستعادة هيبة الدولة ودورها الوطني، والبداية الحقيقية في بناء الحاضر وتأمين مستقبل الأجيال المقبلة. الخبر اللي بعد كده، قوات المسلحة تهنئ السيد الرئيس والشعب المصري بذكرى 30/6. أيضا في برقية أرسلتها القوات المسلحة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، هنأت القوات المسلحة المصرية وتهنئ أيضا الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى 8 لثورة 30/6. خبر اللي بعد كده، وزير الداخلية سيادة اللواء محمود توفيق في برقية تهنئة أيضا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30/6، جاء فيها أنها في ذكرى الأعياد تتهادى إلى الأذهان عظيم الذكريات، وبمناسبة الاحتفال بثورة يونيو المجيدة، يسعدني أن أتقدم هيئة الشرطة لسادتكم بأبلغ عبارات التهنئة راجيا للمولى أن يكلل مسيرتكم بالتوفيق. وفي الختام، حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الحق والخير خطاكم، وكل عام وسيادتكم بخير.
بعد كده تهنئة رئيس مجلس النواب المستشار دكتور حنفي جبالي اللي بعت برقية برضو للسيد الرئيس للتهنئة بنفس المناسبة. جاء فيها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي: يطيب لي أن أهديكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن نواب الشعب أخلص التهاني وأزكاها بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 من يونيو، تلك الثورة الفريدة بين الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية بكثافة المشاركة الشعبية، ففي ظلام اليأس يولد الأمل. طيب تعالوا نشوف الفيديو ده ونرجع مع حضراتكم. بمناسبة عرض تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة وبعض القوانين الأخرى الخاصة بالقوات المسلحة، أجد لزاما علي، والشيء بالشيء يذكر، ومن هنا من بيت الشعب أن نوجه التحية والتقدير لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى كل بطل من أبطالها البواسل، مؤكدين ومدركين لعظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم ولحجم الدور الذي يقومون به لحماية أمن ومقدرات هذا الوطن في زمن السلم والحرب على سواء، ومؤكدين أيضاً إيماننا العميق وثقتنا الكاملة بقدرتهم على أداء هذا الدور ودعمنا اللانهائي لهم على الدوام. وإن موقف مجلس النواب من القوات المسلحة كان ولا يزال موقف الإعزاز والتقدير لهؤلاء الرجال الذين سالت دماؤهم على أرض سيناء وقوداً لنصر غاب عنا فحققناه وارتفعت به هامة كل من يسكن الأرض العربية، ولا يزالون يبذلون دماءهم الذكية ومعهم رجال الشرطة الوطنية لتطهير تراب الوطن من خفافيش الظلام المهلكين للحرث والنسل. فتحية من مجلس النواب المعبر عن ضمير الأمة لهؤلاء الأبطال الذين آمنوا بأن الولاء للوطن أغلى من الحياة وأقسموا أن يفتدوه بأرواحهم، عيونهم ساهرة لا تنام حفظاً للوطن وترابه المقدس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيضاً مفتي الجمهورية دكتور شوقي علام رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم يهنئ السيد الرئيس بنفس المناسبة ثورة 30 يونيو المجيدة، وقال في كلماته التي وجهها للشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة للثورة: نتقدم بخالص التهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى ثورة 30/6. أدعو جميع جموع الشعب المصري للمحافظة على روح ثورتهم والإصرار والعمل والإنتاج لرفعة وطننا العظيم وتحقيق التنمية في كل المجالات والاستقرار في مختلف ربوع وطننا الغالي مصر. يعني بعد ما خلصت معظم التهاني اللي وصلت للسيد الرئيس لغاية دلوقتي، عايز بس أقول لكم إنه ربما بتتسألوا لماذا لا يحتفي المجتمع المصري بثورة 25 يناير زي ما بيحتفي بثورة 30/6. جدل كبير جدا أثير، ولا 30/6 هي الثورة، لا 25 يناير كمان ثورة، انتوا عايزين تنفوا الشباب لأنها كانت ثورة شباب 25 يناير. لا، الموضوع مش كده. 30/6 كانت مليانة شباب، وثورة المؤسسات اللي دايما بقول لكم عليها أن تتحول الثورة من الميادين إلى المكاتب لاتخاذ قرارات وللوثب في طريق التقدم، هي دي الثورة الحقيقية. وإلا تبقى هوجة شوية ناس طلعوا هيصوا وروحوا بيوتهم ما فيش حاجة حصلت.
يا ريت كان ده اللي حصل في 25 يناير. لا، كان في شعب مؤمن بالتغيير، لكن كان في مستفيدين وكذبة ومجرمين استلبوا هذه الثورة، وقال لك الشعب ده قطيع، احنا نقول له هنغير فيبقى معانا، فيقول لك يلا نغير. اه بس هنغير نروح فين؟ وسابوا الناس في ميدان التحرير وراحوا يتفقوا مع رئيس الوزراء ومع اللي اتعمل في منصب نائب الرئيس في الوقت ده لمحاولة لتهدئة الناس عشان يبقى لهم النصيب الأكبر في الحكم، وادعوا أمام الطرفين أنهم يملكون الآخر. راحوا للدولة قالوا لها إحنا الشعب معانا هو في الميدان، وراحوا للشعب قالوا له إحنا معانا الرئاسة ومعانا المجلس الوزراء ولازم تزق في اتجاه إن إحنا اللي ناخد الحكم. ويا أبسط دليل على كلامي الواقعة الشهيرة لطرد تلفزيونات وطنية محترمة من الميدان لصالح تلفزيون لم نلقى منه إلا كل تآمر، لكن الحمد لله أن الأمور تغيرت وقطاعات كبيرة من الشعب وعيت وأصبحت أكثر فهما وثقافة بما حدث. نقل مع حضراتكم للاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش واللي اتعمل في روما، وشارك فيه سيادة الوزير سامح شكري وزير الخارجية المصري، بهدف بحث جهود مشتركة للدول الأعضاء بالتحالف للتصدي لتنظيم داعش الإرهابي. السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية صرح أن الوزير أوضح في كلمته في الاجتماع أن تنظيم داعش لا يزال يمثل خطر حقيقي على الرغم مما تم تحقيقه من نجاح على صعيد تحرير مناطق واسعة من الأراضي التي كان يسيطر عليها التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا وغيرها من الدول، وشدد على ضرورة تدعيم الجهود المشتركة للدول الأعضاء للقضاء على التهديد اللي بيمثله هذا التنظيم. أعرب كمان عن قلق مصر تجاه تزايد نشاط المجموعات التابعة للتنظيم في بعض المناطق بالقارة الأفريقية، وشدد على أن مصر ملتزمة في هذا الصدد بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في مكافحة الإرهاب. واختتم تصريحاته بالإشارة لتأكيد الوزير على التزام مصر الكامل بأهداف التحالف ودعمها لجهود تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في العراق وسوريا، وعزمها على القضاء على كافة الجماعات الإرهابية التي تتبنى أيديولوجيات وأهداف تنظيم داعش. وإحنا هيكون معانا فقرة حوارية كاملة حول هذا الموضوع. وربما قريته أنه في حركات جديدة الأمن الألماني قلق منها جدا، خصوصا في حركة جديدة في هامبورغ وكذا منطقة في برلين اسمها مسلم انتراكتيف أو مسلم إيجابي متفاعل مع الأحداث، ودي حركة بتنتمي للإخوان الإرهابية وبتنتمي للحركات الإسلامية العسكرية السياسية المتطرفة ومحطوطة تحت أنظار البوليس والإدارات الخاصة في ألمانيا بمراقبة هذه التحركات، وبتستهدف الشباب المسلم اللي عايش هناك في ألمانيا وتحاول تصور له أن الدولة هناك مش مدياله حقوقه وأنها بتضطهده، أنه الحل الوحيد أنه هو ينضم لهذه الحركات للوصول لمكانة جيدة. طيب، على هامش بقى هذا الاجتماع الهام طبعا استثمار دبلوماسي رائع لوزير خارجية مصر للوجود في هذا المكان مع وزراء خارجية كثير من الدول المهمة. هنلاقي انه سامح شكري بحث مع وزير خارجية غينيا، جمهورية غينيا، ابراهيم كافا وزير خارجيتها، بحث معاه سبل تطوير العلاقات الثنائية والقضايا القارية ذات الاهتمام المشترك. أيضا السفير أحمد حافظ في تدوين عبر تويتر بيقول أن اللقاء في إطار زيارة الوزير شكري الحالية لروما لمشاركته في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش. أيضا الوزير المصري سامح شكري بحث مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن عدد من الملفات على رأسها ملف سد النهضة على هامش نفس الاجتماع في إيطاليا. وكان سامح شكري شارك في الاجتماع اللي عقد زي ما قلت لحضراتكم بتفصيل الكلمة اللي قالها في الاجتماع.
أيضا التقى وزير الخارجية المصري بوزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية كريستوف لوتو تيد وولا، وزير خارجية فرنسا كمان جان إيف لوردريان، وأطلعوا الوزير الفرنسي على آخر مستجدات قضية سد النهضة، وبحثوا ملفات عديدة وقضايا إقليمية على رأسها مكافحة داعش والملف السوري. المبعوث الأممي لدى سوريا جير بيدرسون أيضا بحث معاه سامح شكري سبل دفع مسار الحل السياسي وإعادة السلم والاستقرار لسوريا. كذلك التقى سامح شكري مع وزيري خارجية بريطانيا وكينيا، وأطلعهم أيضا على تطورات ملف سد النهضة. الوزير البريطاني دومينيك راب وتحدثوا حول التنسيق الوثيق حول عدد من الملفات الثنائية والإقليمية من بينها سد النهضة بحسب تأكيد المتحدث الرسمي للوزارة. وكذلك تطرق الوزير مع وزيرة خارجية كينيا لسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا وبحث القضايا الإقليمية والقارية وتطورات سد النهضة. أيضا التقى وزير الخارجية المصري وناقش تطورات ملف سد النهضة مع نظيرته النرويجية إيني إريكسن، استمرارا للقاءاته في العاصمة الإيطالية بروما على هامش الاجتماع سالف الذكر. وتبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا والتطورات الخاصة بملف سد النهضة. الأستاذ كريم مصطفى الباحث المتخصص في العلاقات الدولية، مساء الخير يا فندم. ألو أستاذ كريم، أستاذ كريم حضرتك سامعني؟ يعني أنا كنت أحب أستاذ كريم. أهلا وسهلا، احنا ما كناش سامعينك معلش في الاستوديو. استاذ كريم، يعني تعليقك على النشاط الكبير لوزير الخارجية المصري سامح شكري في الاجتماع اللي عقد في روما، وعلى هامش الاجتماع نشاط كبير ولقاء مع عدد كبير من وزراء الخارجية واطلاعهم على تطورات أزمة سد النهضة وبحث العلاقات الثنائية بين مصر وكل منهم. تمام. هو طبعا بداية انا يعني بتوجه شكرا للقناة والإعداد والحضرتك على يعني دعوتكم ليا، وبتشرف بوجودي معاكم مع مشاهدينكم الكرام. بداية عشان نتكلم عن الموضوع ده اعتقد ان احنا محتاجين نوضح شوية للمشاهدين ليه بالاساس سد النهضة هو ازمة مصرية بالنسبة لنا في مصر. ده استاذ كريم، والامن المصري او الامن المائي في دولة بيتم تعريفه على ان هو قدرة الدولة على توفير مصدر مستدام او مصدر مستمر من المياه وبكميات معقولة وبجودة للمواطن. استاذ كريم صوت حضرتك بيقطع، لو تكرمت علينا تروح خطوتين ناحية شبكة احسن يكون. هل حضرتك سمعني كده؟ انا سامع حضرتك بس الصوت بيقطع في النص. حضرتك اللي فات احنا سمعناه واهمية سد النهضة امان، لكن تمام. التعليق على الدبلوماسية بقى، اللقاءات الكثيرة اللي عمل لب سؤال بقى حضرتك ده يعني السؤال ده الاجابة بتاعته بترتبط بالصورة الكبيرة. الصورة الكبيرة هي التحركات الدبلوماسية المصرية المكثفة. تمام. ان مصر بتطرق جميع الابواب من اجل ان تحافظ على حقوقها المائية. وعندنا اطراف دولية، المشكلة في التعامل مع اثيوبيا ليست في اثيوبيا كدولة ولكن في موقف الدولة والاقليم، حيث لا تستطيع ان تتخذ قرار او لا تستطيع ان تحصل على حقوق دون ان تكون البيئة الدولية والاقليمية مواتية. وعندنا اطراف فعالة كانت موجودة. طبعا مصر بتستغل جميع المحافل الدولية انها تعرض قضيتها وتحاول انها تكسب تأييد من دول يعني الشأن. منها طبعا كان متواجد معنا النهارده الولايات المتحده الامريكيه. طبعا الموقف الامريكي هو موقف مهم جدا، يمكن في بدايه وجود اداره بايدن كان في بعض التخوفات. أيوه. من ان الاداره دي في غير صالح مصر او عكس مصالحها، لان هي اسقطت بعض يعني العقوبات عن اثيوبيا
الا اننا دلوقتي هنلاحظ ان الموقف الامريكي تغير وان بدات إن مثلا ان قائد القياده المركزيه في شمال افريقيا اعلن ان مصر يعني احتملت كثيرا او يعني التزمت ضبط النفس، وده طبعا تصريح مهم جدا في توقيت حاسم بيدل ان الولايات المتحده غيرت من موقفها. وطبعا كان في اجتماع مؤخرا ده يعني وجلسه استماع في الكونجرس الامريكي دي كانت منشور ملخص كان يعني في شبه اختلاف ما بين رأيين، ما بين رأي إن الولايات المتحدة أنها تؤيد الموقف المصري وتأتي بثقلها معاه، ولأن مصر جادة في أنها ممكن تقوم بالضربة العسكرية، وممكن تقول والله لا إحنا ممكن نعمل دفاع مرحلي، إلا إن مصر يعني مصر قدرت ترغم، أنا بقول الكلام ده عن معلومات وعن ثقة، إن مصر قدرت ترغم الولايات المتحدة الأمريكية على الوقوف إلى جانبها في يعني أو أن تتخذ موقف ليس يعني بيئة من بيئة 100% مع مصر، ولكنه أقل حدة وأكثر ميلا للحقوق المصرية. ويكفي ما حدث في فلسطين مؤخرا والدور المصري المؤثر والفاعل الذي أثبت للعالم أن مصر دولة فاعلة في نطاقها وفي حدودها الإقليمية، وأنها يعني رقم صعب الاستغناء عنه. وبالتالي كان الموقف الأمريكي انعكاس لهذه التحركات المصرية. طبعا في عندنا دول تانية زي يعني بريطانيا. بريطانيا من الدول المهمة جدا لأنها دولة لديها التزام أدبي وأخلاقي مع مصر، لأن هي اللي وقعت على اتفاقية الاتفاقات السابقة واتفاقية 1902، لأن الاتفاقات السابقة ما بين مصر والسودان وأثيوبيا. تمام. وبالتالي على بريطانيا أن تقوم بالتزامها الأدبي والأخلاقي تجاه قضية الأمن المائي المصري والقضية المصرية، تحافظ على الاتفاق اللي هي قامت بيه. بالإضافة طبعا يعني بالاضافه للتحرك الافريقي وكلها حاجات مهمه. طبعا انا يعني بشكر حضراتكم جدا على يعني الفرصه دي، وشكرا جدا. لا احنا يا فندم اللي بنشكر حضرتك جدا استاذ كريم مصطفى الباحث. طبعا هو الموضوع كبير وهناك العديد من التفصيلات المتعلقه به، يعني عايزين نقول يعني السياسه الخارجيه المصريه والسيد الوزير تحديدا سامح شكري بيقوم بمجهود جبار، وفي زيارات وتحركات مكوكيه، وان شاء الله الحقوق المصريه لن تضيع. يعني اشكرك جدا يا فندم. انا الصوت قطع في النص عشان كده دخلت في الشكر، بس اكتشفت حياتك لسه بتكمل. استاذ كريم مصطفى الباحث المتخصص في العلاقات الدوليه، شكرا جزيلا. والحقيقه انا يعني بتعجب من الناس اللي بتستطيع ان هي يعني يكون لها منطقين ويكون لها دورين ويكون لها ضميرين، يعني من الدول اللي ذكرناها من شويه واللي شاركت في هذا الاجتماع، دول هي اللي كانت السبب في تأسيس تنظيم داعش وإعطائه كل هذه الأهمية الحقيقة يعني. وفوق الترابيزة نعمل تحالف نقول إن هو ضد داعش، لكن هنقول إيه؟ إحنا كلمتنا واحدة، وإن شاء الله ربنا هو اللي مطلع على شرف السياسة المصرية، وعشان كده واقف جنبنا وحيفضل واقف جنبنا لغاية لما مصر توصل لأعلى المراتب في العالم كله. نروح لصندوق النقد الدولي اللي بيؤكد قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية. سيلين ألار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أكدت لمصر النهاردة قدرة مصر القوية على الوفاء بالتزاماتها المادية وسداد أقساط الديون وغيرها خارجيا طبعا، خلال المؤتمر الصحفي اللي عقده الصندوق مساء اليوم حول انتهاء مراجعة الأداء. دي مراجعة تانية ضمن اتفاق الاستعداد الائتماني مع مصر واستكمال المجلس التنفيذي مشاورات المادة الرابعة لعام 21. وأشارت رئيسة بعثة الصندوق أن الطروحات الحكومية الأخيرة جت عند معدلات مواتية نسبيا وأجال استحقاق منخفضة، ما يساعد على بناء مرونة ضد الصدمات الخارجية للاقتصاد العالمي. وقالت أن مستوى الدين الخارجي في مصر معتدل مقارنة بدول الأسواق الناشئة الأخرى، ودي حاجة جميلة قوي ان احنا نسمعها ان مستوى الدين الخارجي في مصر معتدل، لانها بترد على كل الناس اللي قاعدوا يقولوا طب وناخد ليه قروض من صندوق النقد وبنك الاعمار الاوروبي وبنك المش عارف ايه والبنك الدولي، ما بلاش الحاجات دي. اخيرا اكدت انه هي متوقعة انه يتخذ الدين الخارجي مسار هبوطي بداية من العام المالي القادم. وطبعا برضو ده تصريح رائع، لان معنى كده انه يبقى الاقتصاد بتاع البلد بيعلى اكتر بكتير من ديونها
الخارجية. وطبعا لو حضراتكم بس تدوسوا كده دوسة زرار تشوفوا أمريكا عليها ديون قد إيه هتذهلوا، لأن دي إمكانيات موجودة وصناديق أنت مشترك فيها، فمن حقك وواجبهم إن هم يدعموك لما تحتاج. نرجع لمجلس النواب اللي وافق نهائيا على قانون الصكوك السيادية. ده كان مشروع قانون مقدم من الحكومة، الموافقة جت في الجلسة العامة بعد ما تعرض على مجلس الدولة واتخذ رأيه في مشروع القانون. بحسب تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية، مشروع القانون ضمن خطة الحكومة لتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية من خلال العمل على جذب شريحة جديدة منهم يفضلون التعامل بالصيغ الإسلامية. دكتور كريم عادل، مدير مركز العدل للدراسات والأبحاث الاقتصادية والاستراتيجية، مساء الخير يا فندم. مساء النور على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. يا ريت حضرتك تقول لنا ايه هو قانون الصكوك السيادية وايه علاقته بالتعامل بالصيغ الإسلامية؟ طبعا بداية هو هذا القانون وإصدار الصكوك السيادية بيعكس رؤية الدولة الاقتصادية والاستراتيجية التي تتبناها بهدف خلق مجال جديد للاستثمار والعمل في الدولة المصرية. بيأتي أيضا في إطار سعي الحكومة إلى استحداث آليات ووسائل جديدة بتنوع بها مصادر التمويل للمشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للموازنة العامة للدولة. طبعا هي فكرة الصكوك كانت أداة جديدة كان ضرورة أن الدولة تتجه إليها وتقوم بإصدارها، خاصة أن في قاعدة كبيرة من المستثمرين والراغبين في الاستثمار بيتجهوا إلى الصكوك أو الاستثمار في أدوات الدين التي تتماشى مع الشريعة الإسلامية. الفكرة في الصكوك السيادية هي أنها ذات عائد متغير، وبالتالي بيصبح معلش مالك. دكتور كريم استاذن حضرتك، يعني البنك الاهلي مثلا هيعلن عن اطلاق صك سيادي بمواصفات كذا زي الشهاده ولا ايه بالظبط؟ بسط لنا اكتر معلش. طيب تمام، هي طبعا الصكوك السياديه هو اللي هيختص بيها باصدارها هو البنك المركزي المصري. ممكن يتم شرائها من البنوك العاملة في الدولة، ولكن ممكن يقتصر ذلك على البنك المركزي المصري كما هو الحال في زون الخزانة. وبالتالي هنا هي الفكرة في الشريعة الإسلامية لما بنتحدث عن هذه الصكوك متوافقة معها، هي باعتبار ان انا كمستثمر بشتري هذا الصك بتكون مدته 30 عاما. على مدار 30 عام انا بحصل على عائد متغير، بمعنى اذا ما ربح المشروع انا بحصل على عائد اكبر. اذا ما كان في اضطرابات في المشروع او خسائر في المشروع فانا بتحمل هذه الخسائر والعائد من هذه الصكوك بيقل. وتفتكر حضرتك انه هيقبل عدد كويس يعني على الفكرة ديت وهو عنده مثلا شهادات او اوعية ادخارية اخرى بتبقى العائد بتاعها ثابت بصرف النظر عن البنك هيستعملها في ايه؟ هقول لحضرتك على حاجة، في شريحة كبيرة جدا من المستثمرين والذين يمتلكوا مدخرات سواء داخل الدولة المصرية أو خارجها بيتجهوا إلى فكرة الصكوك أو الشهادات ذات العوائد غير ثابتة. وبالتالي هنا أنا بستطيع أن أنا أوفر السيولة لقطاع كبير جدا من المستثمرين أيضا لإقامة مشاريع أو التوسع في مشاريع جديدة بدون أن يكون ملزم برد المبلغ. ليه؟ لأن هنا المستثمر بيشتري هذا الصك بيكون مرتبط بمشروع معين سواء جديد أو قائم، وبالتالي هنا بيصبح يعني عبارة عن بمثابة شريك في هذا المشروع. بمثابة شريك، ولكن ليس له مثلا حق الإدارة، ليس له حق الانتفاع، ولكن هو مجرد بمثابة شريك معنوي في هذا المشروع يشارك فيه برأس ماله اللي هو بيعد بمثابة أصل الصدق، ويحصل منه على عوائد متغيرة حسب نتاج المشروع وعوائده. طب أنا بشكر حضرتك جدا يا فندم على وجود سعادتك معنا. دكتور كريم عادل، مدير مركز العدل للدراسات والأبحاث الاقتصادية والاستراتيجية. واضح الموضوع ده محتاج يعني هو يخص فئة من المستثمرين ما هيش القطاع العريض، فيعني عشان كده ما رضيتش أستفيد في تفاصيله قوي لأنه
مين اللي بيحكم، مين اللي هيقول كسب ولا خسر، هل من حق الدولة أنها تصدر صكوك لمشاريع زي مشاريع الوطنية بتاعت مثلا تطوير الريف المصري؟ طب ما هو ده ما بيجيبش عائد، مشروع طرق، مشروع في مشاريع كتير، ولا ده خاص بمصانع محددة، مشروعات ذات عائد محدد يعني. الخبر اللي بعد كده أنه وزارة السياحة والأثار أطلقت الجزء الثاني من الحملة الترويجية لمصر بالسوق العربي على أهم المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وكبرى منصات البحث والحجز تحت شعار الصيف مصر حكاية. أنا على طول هيشرفني الخبير السياحي هاني بيتر، عضو غرفة الشركات السياحية. مساء الخير يا فندم. أهلا بيك وأهلا بالسادة المشاهدين في كل مكان يا فندم. يعني أستاذ هاني، هو الصيف في مصر حكاية طبعا، بس قول لي إيه تفاصيل الجزء الثاني من الحملة الترويجية اللي هتجذب يعني إن شاء الله سواح من السوق العربي لأن هم يقضوا أجازة الصيف في مصر؟ الحقيقة خلال جائحة كورونا ومن العام الماضي في ظل الظروف اللي مر بيها القطاع السياحي في مصر، قامت هيئة تنشيط السياحة بأكثر من مبادرة لاقت نجاح مبهر، وده ادانا الدفعة ان احنا نكمل هذه المبادرة بجزء اول وتاني ومستمرين. والحقيقة يعني عندنا وزارة الطيران المدني ووزارة السياحة والآثار يعني عايمين بدور قوي جدا في الدعم، سواء كان على مستوى تذاكر الطيران او على الدعم في سعر الفرد في الغرف الفندقية. في برامج قوية جدا جدا فيها جذب يعني المجتمع العربي، مش عايز اقول بس المصري، وعايز اقول ان ده حقيقي لقى نجاح قوي جدا خلال الفترة دي. طيب دي حاجة جيدة جدا لأنه السائح العربي مصر مش غريبة عليه، لكنه مؤخرا بس ولظروف ما هجر أنه هو يأتي إليها بنسبة كبيرة، واستبدل ده بالوجود في باريس ولندن والإمارات، وإحنا طبعا نسعد بكل الوجهات السياحية والمقاصد الجيدة، لكن حضرتك بتشوف بقى أنه مصر قد إيه بذلت جهود حقيقية لجذب هذا السائح مش بس على المسار الترفيهي، لكن كمان إلى جانب كده على المسار الثقافي، على المسار الأثري، على المسار تطوير الأماكن والجناين وتحويل القاهرة إلى شبه متحف مفتوح، يعني أجزاء كبيرة بقت دلوقتي كده. خليني أأكد لحضرتك حاجة واضحة وضوح الشمس، وهي إنه فعلا إحنا الوقت اللي فات كان في منافسة شرسة بيننا وبين أسواق عديدة كانت بتجتذب بعض السياح عالميا، لكن خلينا أقول الذكاء التسويقي اللي اتسمت دي مصر خلال الفترة اللي فاتت بعكس دول العالم كله كان فيها ركود، احنا كنا شغالين خلية نحل. عايز أقول لك حضرتك بتقول الذكاء الترويجي التسويقي التسويقي بدل اللي كنا قبل كده، مش عايز افكر الناس كنا بنعمل الليالي السياحيه بتاعتنا ازاي. اتفضل يا فندم. ايوه يا فندم. لا انا عايز اقول لك انه لا احنا عدينا لما بعد كورونا، يعني المفروض احنا بنجهز مجرد ما تنتهي هذه الجائحه. احنا مصر انا بتوقع ان سوف تكون الاعداد غير مسبوقه، لان احنا اوريدي عملنا اللي هيخلي اي حد في العالم اول وجهه هيقرر يتحرك لها هي مصر. عايز اقول لك كميه الغنى من المتاحف والثراء الثقافي، وعايز اقول لك الاهتمام اللي حصل حتى بالاماكن الترفيهيه السياحيه الشاطئيه. لا احنا اشتغلنا خليه نحل خلال السنتين دول بعكس العالم كله بالشكل اللي هيخلي اي سائح اول وجهه يفكر ليها يتحرك لها هي مصر. نتمنى إن شاء الله، يعني الصيف بيبدأ في أول يوليو. أنا بشكر حضرتك جدا جدا أستاذ هاني بيتر الخبير السياحي وعضو غرفة الشركات السياحية، وإن شاء الله من أول 7 نشوف إقبال رائع على مصر سياحيا. وطبعا الصيف يعني شواطئ، لكن إحنا نفسنا المناظر الرائعة اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي دي يجي كل سائح في العالم يشوف كيف أصبحت مصر البشر قبل الحجر،
يعني احنا كنا قعدنا طول عمرنا السياحة هي حجارة قديمة، لا دلوقتي بقى مصر طورت ازاي بقى وعملت متاحف ازاي، متحف المصري في التحرير وتم تجديده، متحف الحضارة، تحويل القاهرة لمتحف مفتوح، منطقة عين السيرة والمنطقة اللي فيها حدائق الفسطاط اللي بدأت الشغل فيها على قدم وساق، لا يعني في الى جانب الترفيه بقى والشواطئ ومناطق خان الخليلي و سحر مرسى مطروح والعالمين الجديدة أسوان الأقصر، الحمد لله عندنا استعداد لمتحف الكبير، عندنا يعني وجهات ومقاصد سياحية عديدة. أختتم مع حضراتكم فقرة الإخبارية باستمرار لقاءات الوعي الإيماني الأرثوذكسي. لجنة الإيمان والتعليم بالمجمع المقدس بتواصل أنشطتها بالمركز الثقافي القبطي وبتذاع هذه المحاضرات حصريا على قناة ميسات، والنهاردة حضر اللقاء نيافة الحبر الجليل أنبا مارتيروس أسقف كنائس شرق السكة الحديد، والمحاضرة كانت لأبونا القس باسيليوس صبحي المدرس بالكليات الإكليريكية وكاهن كنيسة السيدة العذراء بالزيتون، وكانت عن تاريخ مجمع نقيا والأحداث الكثيرة التي أدت إلى عقد هذا المجمع والآثار التي ترتبت على نتائج مجمع نقيا واللي استمرت حوالي 100 سنة. هي محاضرة مهمة وشيقة، أتمنى اللي ما لحقش يشوفها يشوفها على يوتيوب على قنوات ومواقع المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وقناة ميسات دقائق، وندخل في فقرة الحوار. أهلا بحضراتكم معانا مرة تانية للحديث حول أهمية مشاركة مصر في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، وبيشرفني وجود دكتور محمد محمود الباحث في جامعات الإسلام السياسي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدينك الكرام. أهلا بيك دكتور محمد معانا منورنا. والحقيقة يعني أنا تسألت سؤال كده في فقرة الأخبار، يعني أنا بتعجب برضو من السياسيين دول، يعني في دول من اللي كانت موجودة النهاردة في الاجتماع هي اللي راعت داعش وهي اللي طلعت داعش وهي اللي دعمت داعش، يعني إزاي مصر بتقدر إن هي تنتهج هذه السياسة الشريفة وتقول طيب لو عندكم نية دلوقتي إن أنتوا تقاوموا داعش وشايفين انها ادت دورها وخلاص وحتتخلصوا منها، نشوف المرحلة الجاية ايه ونتخلص من الاثار السلبية لهذا التنظيم المفزع. يعني في الحقيقة مصر لديها دبلوماسية عريقة وقوية منذ قديم الازل، لها ثوابت في كافة ما يجري في البلاد حولنا. مصر تنتهك دائما الخطوط العريضة التي وضعتها سابقة الدبلوماسية المصرية التي تراها صحيحة في كافة الأرجاء وكافة الأنحاء. هذه الدول التي رعت هذا الإرهاب المقيت في مرحلة مهمة من تاريخ البلاد، سواء كان منطقة الشرق الأوسط أو حتى العالم وما في ذلك مصر بعدما سمي بالربيع العربي، هذه الدول يعني ربما أنتجت أشكالا متعددة من هذا الإرهاب، وربما هم الأكثر تأثرا بهذا الإرهاب فيما بعد ذلك. يعني بعد أحداث 2014 والظهور القوي لتنظيم الدولة في سوريا وفي العراق وانتشاره بشكل مكثف ورفع راية لدولة تدعي أنها دولة الخلافة، كان هناك تمويلات شديدة جدا لهذا التنظيم. هذا التنظيم استطاع أن يكرس أموالاً كثيرة جداً، الآن يستفيد من هذه الأموال وهذه التمويلات، وإن كانت العمليات العسكرية للتحالف الدولي قد قلت في ظل أزمة كورونا، إلا أنها صارت تعود الآن من جديد لتعطي آثاراً أكبر. ومن يرى أن خطورة هذا التنظيم قد قلت فهو واهم في تلك المرحلة، لأنه هو تراجع تكتيكي،
هم إن كانوا قد تأخروا يعني جغرافيا ولم يعد لهم مكان يسمى بدولة الخلافة منذ 2019 مارس بالتحديد 2019 يعني سنتين وثلاثة أشهر، إلا أنهم لديهم استراتيجية قد تعيدهم مرة ثانية إلى تلك المناطق الجغرافية. يعني الأمم المتحدة ومجلس الأمن واللجان التابعة له رصدت أكثر من 10,000 مقاتل ينتمي لداعش في سوريا وفي العراق لا يزالوا موجودين. هم بنفسهم أعلنوا عن ما يزيد عن 6,000 عملية في العامين ونصف، يعني بعد أن تم الإنهاء والإجهاض عليهم جغرافيا وخرجوا من المناطق التي كانوا يسيطرون عليها، هم الآن لديهم عمليات تكتيكية وهي تشبه تماما العمليات التي يجرونها في سيناء الحبيبة في ظل ولاية سيناء اللي موجودة وبتحارب جيشنا العظيم في سيناء. حتى الآن لديهم نفس التكتيك ونفس الاستراتيجية التي يقومون بها بالإجهاز على قوات قصد أو قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا من التحالف الدولي أو حتى القوات الحكومية السورية، ويتسللون من هنا وهناك من أجل الوصول يعني إلى تحقيق بعض الأهداف. الإشكالية الخطرة جدا أن هناك تفادي جدا لداعش ولهؤلاء يعني الشرذمة من أفكارهم في أماكن ربما ترعاها الأمم المتحدة، يعني أماكن الاحتجاز التي يعني تقع تحت سيطرة الأمم المتحدة فيها دروس كثيرة جدا تفرخ لداعشيين صغار من الأطفال. أيضا الأماكن المتعددة للاجئين على الحدود التركية السورية يعني متروك تماما، يعني آلاف من هؤلاء المجندين يجندوا غيرهم، والأفكار دائما هي التي تنتج مثل هذه الأشياء السوداء التي تسيطر على عقول الجهلاء الذين لا يفهمون شيئا. في الحقيقة كلمة مصر كانت مهمة جدا في هذا الصدد في التعامل مع ذلك الفكر. طب دكتور محمد، هل حضرتك بتشوف أن فيه فروق حقيقية كبيرة ملحوظة بين أفكار داعش وبين أفكار القاعدة وبين أفكار ولاية الشام وولاية سيناء وتنظيم المش عارف الرافدين؟ في أفكار حقيقية ولا دي كلها إلهاءات إعلامية لنفس الفكر الإجرامي الإرهابي اللي هو أصلا بيهدف لكسب رقعات من الأرض ومزيد من الملايين الدولارات، ما فيش أي حاجة ليها علاقة أصلا لا دينية ولا قيمية ولا إنسانية، بدليل أن سوريا بعد ما المناطق اللي خرج منها تنظيم داعش أعدمت النهاردة، والفيديو موجود على وسائل الأخبار والتواصل الاجتماعي، أعدمت آلاف من المخدرات، كميات أطنان من المخدرات أعدمتها. فدليل على أن هؤلاء يتاجرون بالبشر، يتاجرون بالمخدرات، يتاجرون بدولهم اللي جنسياتهم أصلا بينتموا إليها. صحيح، يعني حضرتك أجبت يعني في حديثك أو في طوايا حديثك، ده هم الآن يتاجرون في الآثار، يعني هناك تضييق ما أو تراجع بعض الدول التي تمولهم، هم يتعاملون مع عصابات التهريب الآن في الحصول على السلاح، هم يبيعون بقايا الآثار التي كانوا قد استولوا عليها في تلك المرحلة لجمع الأموال، هم يفرضون ضرائب تحت مسمى الزكاة على بعض الأماكن القريبة من أيديهم حتى يجمعوا الأموال. المسألة كلها سياسة وأموال، ليس لها علاقة بالاعتقاد ولا بالفكر، بدليل أنهم في الفترة التي كانت سوريا ربما مؤهلة لأن يكون فيها دولة خلافة كان بأسهم بينهم شديد، كانوا يقتلون بعضهم بعضا ويحاربون ويكفرون بعضهم بعضا. يعني إذا كان هذا الاتجاه من هؤلاء الدواعش يكفر دواعش أمثالهم، فالجميع ربما في أنظار بعضهم البعض كفارة. ده صحيح فعلا. طيب في حادث مفصلي الحقيقة كنت عايز أكلمك عن الدول الأوروبية بقى اللي هي بتعاني بالفعل. أنا كنت برضو قلت في فقرة الأخبار عن حركة جديدة ظهرت في هامبورغ وبعض مناطق برلين، والبوليس الألماني يعني مترصدهم بقوة، اسمها مسلم انتراكتف أو متفاعل، وإنها تنتمي بشكل أو بآخر لداعش والإخوان والحاجات ديت، وإن هم خايفين جدا من استثمار هذه الأفكار لأحوال الشباب المسلم اللي عايشين في ألمانيا لضم مزيد منهم للقتال وللتهريب وللمشاكل بتاعت. لكن الأول عايز أتوقف مع حضرتك عند
اللحظة الفارقة في تاريخ هذا التنظيم وتاريخ العالم، وهي شهداء ليبيا المصريين الواحد وعشرين اللي ثأرت ليهم القوات المسلحة المصرية في نفس اليوم، واللي طالت مناطق كثيرة من داعش قصفا وأسرا وما لا يجب الحديث عنه أيضا. هل ما زالت ليبيا مثلا تعاني من هؤلاء؟ ما زالت هذه الأفكار المتطرفة هي اللي بتقاوم المسار السياسي اللي مصر بتساعد فيه بكل قوتها للوصول لانتخابات ديسمبر 24 ديسمبر 2021؟ نعم، يعني دعني أرجع فقط إلى ما ذكرته أولا فيما يخص الحاضنة الأوروبية. تفضل. الإشكالية في الحاضنة الأوروبية دائما من الجيل الثاني للمغتربين أو المهجرين الموجودين في هذه الحواضن الأوروبية أو في أماكن اللجوء أو في أماكن الهجرة. الجيل الثاني عادة يكون متطرف جدا، إما أن ينحاز إلى كل قيم الغرب وربما بتطرف، أو ينحاز إلى الدين بتطرف. الجيل الثاني دائما في مشكلة لأنه هو الذي يأخذ الصدمة، بدليل أن عندك أكثر من 50 جنسية منتمية إلى داعش وموجودة في صفوف داعش في سوريا وفي العراق. فالإشكالية عادة في الجيل الثاني، وهذا الأمر يحتاج إلى دراسة أكاديمية محضة، والأجهزة التي تتعامل مع مثل هذه المشاكل سواء في الغرب أو في الشرق عندنا يجب أن تدرس هذا الجيل الثاني كيف يتم إصلاحه والتعامل مع أفكاره بشكل جيد. يجب أن يكون هناك تعليم جيد لهؤلاء ومتابعة ورقابة، لا أدري كلمة الرقابة بين قوسين في المجتمع الأوروبي، لكن مهم جدا هذا الجيل الثاني أن يتم تسليط الضوء عليه علميا وأكاديميا، وأيضا أن يتم تسليط الضوء عليه تعليميا، وأن تصل له الأفكار عن الإسلام بشكل صحيح، لأنه بيأخذها في مجتمعات ربما فيها تناقض بعض الشيء فيما يخص العقيدة التي ينتمي هو إليها. ثانيا فيما يخص ليبيا، دائما الدول التي فيها مشاكل وفيها فراغ سياسي وفراغ دستوري ما تحوي مثل هؤلاء، يعني بعد ما سمي بالربيع العربي أو بعد الثورات عادة ما يخرج هؤلاء بشكل سياسي. ربما يعني الحزب الديمقراطي الأمريكي لديه سياسة معروفة بأنه يخرج هؤلاء إلى الضوء فيأخذهم إلى صناديق الاقتراع والانتخابات حتى يراهم أمامه، يمكن دي سياسته اللي كان عايز ينفذها في المنطقة، لكنها أخرجت لنا التيار الإسلامي في الحكم والتجربة المصرية المعروفة لجماعة الإخوان في تلك المرحلة التي بقت مؤخرا بالفشل. فمسألة أنه ليبيا لا تزال دولة يعني بعيدة عن الإصلاح، لا أريد أن أقول دولة فاشلة لأننا نشجع الاتجاه التي تمشي فيه ليبيا في هذه المرحلة، لكن دائما هذه التنظيمات تكون موجودة في مثل هذه الأماكن، والممانعة منهم بالطبع ستكون شديدة، لكن الخطوات التي تمت حتى الآن تبشر بالخير، وربما ليبيا قوية وموحدة، والرؤية المصرية للمجتمع الليبي وأيضا المجتمع السوري. مصر هي الدولة الوحيدة التي تعاملت بوجه واحد في المسوري، خطاب السيد الرئيس في الأمم المتحدة الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام الماضي والعام الذي سبقه تحدث عن سوريا مستقرة وموحدة، يعني بعيدا عن التقسيمات، لأنه بعض الأطروحات حول التقسيمات كانت موجودة، وكذلك ليبيا مستقرة وموحدة. إذا وصلنا إلى هذه النتيجة بالتأكيد سنسيطر على مثل هذه التنظيمات الظلامية التي تحب أن تعمل في هكذا أجواء، تلك الأجواء دائما تستوعبه. طيب قبل ما أرجع لسوريا لأنها موقف برضو متفرد يعني عايز أناقشك فيه، بس عايز أتوقف عند كلمة ما فهمتهاش في حديث حضرتك لما قلت أنه الجيل الثاني منهم موجود في دول ربما تعاني بعض الشيء من تناقض بين ما تعتقد وما تطبق. قصدت إيه؟ قصدت أنه هو معتقد أو تعلم عن الإسلام أو عن الدين أيا كان بعض الأمور، ثم أن يذهب إلى الشارع يجد أشياء مختلفة تماما. أنت هجرت وسبت هذا البلد، يعني أنت تركت بلدك وذهبت إلى بلد له قيم وحضارة مختلفة عنك تماما، فتصطدم أفكاره ومعتقداته عن الحياة التي أخذها عن الدين بالواقع الذي يعيش فيه. لازم يكون فيه انفصام في الشخصية. هذا ما أقصده. تمام. أنا تصورت حياتك تقصد ما تعتقد هذه الدول، يعني الفرق بين ما تعتقد وبين المجتمع حضارتها وقيمها. طيب. التي تحترم. تمام.
لكن خليني أتوقف مع حياتك بقى عند قوات سوريا الديمقراطية دي اللي أنا مش فاهمها الحقيقة. يعني يعني إيه يبقى في قوات بترعاها قوة عظمى زي الولايات المتحدة الأمريكية وهي قوات لا هي من الجيش السوري ولا هي تبع النظام السوري اللي أثبت إن السوريين عايزينه لغاية النهاردة بنجاح ساحق لما اختاروا بشار الأسد من جديد في ظل كل محاولات الإضعاف والإفشال اللي عملتها أمريكا واللي معاها؟ يعني إيه قوات سوريا الديمقراطية ديت وإيه الضربة الجوية اللي النهاردة سوريا بتقول إن لها دراسة كل الخيارات لعدم لضمان عدم تكرار هذه الضربة الجوية الأمريكية على أراضي سوريا؟ يعني كيف تستباح الدول بهذا الشكل من قوة عظمى مفترض إنها بتطبق معايير سياسية وديمقراطية و الإشكالية في سوريا الديمقراطية، وظهر ده جيد جدا في لقاء بوتين وبايدن في الأسبوع الماضي. يعني كان هناك إشكالية كبرى بين الروس وبين الأمريكان فيما يخص طبيعة التعامل مع المسألة السورية. الولايات المتحدة الأمريكية تدعم قوات قصد، يعني هذا اختصار لقوات سوريا الديمقراطية، ومعظمهم من الأكراد، ويعني يثقون فيهم، وأحيانا تتم قيادتهم من مركز القيادة الأمريكية في المنطقة، والدعم المالي الكامل الذي تدعم به الولايات المتحدة الأمريكية بالمال والعتاد يكون لهذه القوات التي هي تحت جناح التحالف الدولي لمكافحة أو محاربة الإرهاب. فالولايات المتحدة تقوم على ذلك. الروس يتعاملون مع النظام والرئيس بشار الأسد، حتى أن الولايات المتحدة الأمريكية ترفض دخول أي مساعدات لسوريا وللشعب السوري في الشمال الشرقي، المناطق التي كانت يعني تحت يد داعش، ترفض دخول أي مساعدات لهم من خلال النظام. هناك مشكلة كبرى ما بين الروس والأمريكان في هذا الاتجاه. الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن هذا الجيش الذي تم تكوينه هو من وجهة نظرهم هو الصالح لمحاربة داعش، وهم يدعمونه ماليا وعسكريا. أنا بشكرك جدا دكتور محمد. طبعا يعني علامات الاستفهام ما زالت كبيرة موجودة، لكن احنا إن شاء الله نلتقي في لقاء آخر. ربما ما زالوا عندهم أحلام إنه حيطبقوا معايير جرائم الحرب على النظام الحالي في سوريا ويتخلصوا منه ويحكم سوريا هذه القوات، لكن هذا بعيد لأنه ملوش أي علاقة برغبات الشعب السوري. لكن على كل، أنا أشكر حضرتك جدا دكتور محمد محمود الباحث في جامعة الإسلام السياسي، شرفتنا. شكرا جزيلا يا فندم. جزيل الشكر لحضرتك يا فندم، جزيل الشكر للمشاهدين. فاصل قصير ونتحدث في موضوع آخر وضيف آخر عن قانون إنشاء صندوق الطوارئ الطبية. أهلا بحضراتكم معنا مرة جديدة لنتحدث عن الموافقة الإجماعية التي كانت وقوفا بمجلس النواب احتراما للجيش الأبيض، الموافقة بخصوص إنشاء صندوق طوارئ المهن الطبية. بشرفني يكون معايا دكتور خالد أمين، أمين عام نقابة الأطباء بالجيزة. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. اهلا بيك يا دكتور خالد، ويعني اعرف اولا رأي حضرتك في هذا القانون وكيف يساهم في رفع مستوى معيشة اطباء مصر. الاول انا طبعا برحب بيكم وبرحب كل المشاهدين. بالنسبة لقانون الطوارئ الطبية او القانون بانشاء صندوق الطوارئ الطبية، فالحقيقة هو خطوة على طريق صحيح في أي محاولة تطوير منظومة الصحة، لأن الحقيقة دايما مشكلتنا هي مشكلة التمويل. يعني دايما إحنا بنبقى عندنا في سواء كان في التمويل الصحي، في نقابة الدولة، في الإنفاق حتى على القبول أو غيره، دايما مشكلتنا هي مشكلة التمويل. فإذا توفر التمويل أو وجد الطرق لتوفير التمويل بأي شكل أو من الأشكال، فده طبعا شيء بيبقى مرحب بيه جدا، وبيبقى شيء عظيم جدا في سبيل حل كثير جدا من المشاكل. قانون الطوارئ الطبية الحقيقة أو صندوق قانون الطوارئ الطبية
هو صندوق المفروض ان هو طرق تمويله الحقيقه لغايه دلوقتي لم يتم الاتفاق عليها بشكل كبير لسه، ولسه الامور طبعا اكيد لسه في انتظار لائحته التنفيذيه، لكن طرق الانفاق بتاعته اللي هيتم الاستقرار عليها من خلال مجلس الامن اللي تم النص او في القانون يعني على نوعيات الناس اللي هتبقى موجوده فيه، ده اللي ممكن يكون بيساهم بشكل كبير جدا في تحسين الاجور، ممكن يكون بيساهم بشكل كبير جدا في مواجهه الكوارث والجوائح اللي زي حصلت معانا في ايام كورونا وغيره، بيساهم حتى في المبادرات الكبيره اللي احنا عشناها الفتره اللي فاتت واللي ممكن نكون هنمر بيها الفتره اللي جايه، زي مبادره القضاء على قوائم الانتظار، مبادره القضاء على فيروس سي، مبادره 100 مليون صحه، والعديد جدا من المبادرات. يعني خطوه الحقيقه هي خطوه على الطريق الصحيح، في يعني في طريق ان يا رب ان في يوم من الايام نشوف ان يكون في طريق تمويلي واضح لكل منظومه الصحه، لان فعلا احنا مشكلتنا دايما في التمويل. يعني حضرتك شايف ان ايه اهم المصارف اللي هيصرف فيها اموال الطوارئ الطبيه، وايه علاقتها بتطوير المنظومه الصحيه والخدمات الطبيه اللي بيتلقاها المواطن المصري؟ انا دايما بشوف ان اهم المصارف هو الاهتمام بالعنصر البشري، يعني الاهتمام بالعنصر البشري في اي، على فكره مش بس في قطاع الصحه، في كل القطاعات، ان انت عندك مقدم الخدمه سواء كان في الصحه وفي التعليم او في غيره هو الانسان، يعني فتطويره من خلال التدريب، من خلال الاجر الجيد، من خلال محاوله الانفاق حتى على التعليم الطبي بالنسبه له، ده هيبقى مصرف من اهم المصارف اللي المفروض ان هو يتجه اليها مجلس امناء الصندوق. برضه المصارف الاخرى من تمويل الاجراءات الطبيه والاجراءات الطبيه الخطيره منها والاجراءات الطبيه الاسعافيه، ده برضه هيبقى مهم جدا. الكوارث والحاجات الغير متوقعه، يعني بالمناسبه موضوع كورونا ما كانش متوقع، ما كانش حد يعرف ان احنا هنمر بازمه زي دي، وزادت تكلفه تقديم الخدمه، زادت في بقى في خدمات جديده المفروض ان هي احنا نشتغل عليها يعني كانت ما كانتش موجوده قبل كده. طبعا دور الفريق الطبي او حمايه الفريق الطبي من خلال توفير مستلزمات الوقايه والحاجات دي كلها زادت التكلفه بتاعتها، فطبعا ده شيء غير متوقع، كان غير متوقع بالنسبه لنا وبالنسبه لمعظم دول العالم. يعني بالمناسبه فلما بيبقى عندك صندوق تقدر تعمل منه باك اب بحيث ان انت تغطي الانفاق الغير متوقع اللي حصل معاك، ده بيديك نسبه من الامان شويه ونسبه من الطمانينه. طيب دور الاطباء واقول الفريق الطبي عامه وتدريبهم وتعليمهم ودعمهم بالوسائل اللي ممكن تحميهم وتحمي المواطنين، ده شيء مهم جدا المفروض ان هو يتم الاتجاه اليه قبل اي شيء. يعني طيب يعني ليه ما سميناهوش مثلا صندوق تطوير أفراد الجيش الأبيض أو تطوير المهن الطبية؟ يعني مسألة توفير المستلزمات وتدريب الأطباء وتطوير خبراتهم دي كلها ما فيهاش أي نوع من أنواع الطوارئ، يعني ليه مسمينه صندوق الطوارئ الطبية؟ لا هو هل هو طوارئ الحقيقة هل هو طوارئ هو لما تنقص الفلوس في وزارة الصحة مثلا، هي دي الفكرة الطريقة فيه؟ يعني الحقيقة هو الحكاية مش مختصة بوزارة الصحة، وده برضه حاجة حابب أوضحها. وزارة الصحة هي عبارة عن جزء مهم جدا، جزء كبير جدا من منظومة تقديم الخدمة، لكن أنت عندك في منظومات تقديم خدمة أخرى زي الجامعات، زي مستشفيات المؤسسات المختلفة، زي مستشفيات القطاع الخاص، والحاجات دي لا تتبع وزارة الصحة بالمناسبة، وزارة الصحة هي جزء كبير، وبالتالي أنت لو بصيت لتشكيل مجلس الأمنة فهتلاقي جزء منه وزير الصحة، لكن هتلاقي فيه وزير المالية، هتلاقي فيه ممكن ممثلين نقابات الأطباء أو غيره، لكن وزارة الصحة هي عبارة عن جزء من المنظومة، جزء مهم جدا من المنظومة. على حسب فهمي للقانون الحقيقة أن هو مش موجه لدعم الأطباء وموجه لدعم الفريق الطبي، بل هو موجه لدعم الكوارث ودعم المنظومه الطبيه كلها، سواء كان افراد او خدمات بتقدم في مواجهه الكوارث والجوائح والامور غير متوقعه، في مساعده مثلا في القضاء على قوائم الانتظار، في مساعده مثلا بتمويل العمليات الطبيه الخطيره اللي قد تحدث مثلا نتيجه عمليات ارهابيه او نتيجه مثلا حوادث كبيره زي السيول او الزلازل او الكوارث التصادمات القطارات او سيارات او غيره، يعني الحاجات اللي ممكن تكون فيها اجراءات طبيه غير متوقعة وبتتم بشكل كبير ومحتاجة تمويل بحيث انها تستمر وتقدم بشكل مناسب. انا ما فهمتش الحقيقة خالص، وانا زي ما قلت لحضرتك من شوية احنا في انتظار لائحته التنفيذية عشان نلاقي بعض التفسيرات لبعض الاسئلة زي السؤال اللي حضرتك سألته من شوية،
انا فهمت ان القانون موجه لدعم المنظومه كلها، مش دعم بس الفريق الطبي او دعم الافراد بعينهم في المنظومه الطبيه، وبالتالي يمكن ده من هنا جه اسمه يعني. اعتقد برضه ان الاسم يعني اسمه مقترح من مقدم القانون يعني، فبتمش تغييره يعني. يعني انا مكتوب قدامي ان القانون بيهدف لايجاد الاليه استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل. يبقى إذن هو منطبق على وزارة الصحة، يعني هو مش هيشتغل على تدريب كل أطباء مصر، أو مش هيشتغل على طوارئ تخص مستشفيات خاصة أو مستشفيات جامعية. هو مكلمش، أنا بس عايز أتكلم في حاجة. لا بالمناسبة هو الأمور كلها متداخلة دلوقتي يعني. أنا عايز أقول لك إن الزمالة المصرية هي جزء أو جزء من منظومة وزارة الصحة، يعني جزء من وزارة الصحة هي الزمالة المصرية، والزمالة المصرية دلوقتي بتوفد أطباء من خلالها للتدريب في المستشفيات الجامعية. الموضوع مسميات ممكن تكون منفصلة شوية، لكن الحقيقة الموضوع متداخل أكتر من كده. والتأمين الصحي الشامل الآن المفروض إنه بيحاول يستوعب جميع مؤسسات تقديم الخدمة في الأماكن اللي بتقدم من خلالها، سواء كان وزارة الصحة أو جامعات أو غيره. صعب جدا انك تنشئ قانون او تعمل حاجه فيها جزء تمويلي وجزء من الانفاق بالشكل دوت وتختصه بوزاره الصحه فقط. لا، لابد ان طبعا لو انت عايز تدعم المنظومه كلها فلابد ان هو هيكون بدعم جميع الاجراءات الطبيه اللي بتتم. خلي بالك يعني يمكن اكثر من 60% من الاجراءات الطبيه الخطيره والمتقدمه جدا بتجرى في الجامعات، مش بتجرى في وزاره الصحه فقط. وان كانت وزاره الصحه الحمد لله ماشيه على النهج دلوقتي بحيث ان هي تكون بتدرب الناس وبتنشئ مراكز تقديم خدمه طبيه خطيره والمتقدمه دي. فطبعا اي دعم للمنظومه هيكون دعم للمنظومه كلها، مش دعم لقطاع واحد من القطاعات دي. زي ما قلت لحضرتك من شويه، حضرتك كنت بتتكلم دلوقتي على القانون، هو قانون لدعم الخدمات الطبيه مش بس لدعم الافراد اللي موجودين داخل المنظومه الطبيه. بشكرك جدا يا دكتور خالد، نورتنا. انا بشكرك جدا وسعيد ان شاء الله اكون معاكم دايما. كتر خيرك دكتور خالد امين، امين عام نقابه الاطباء بالجيزه، بشكر حضرتك جدا. واخيرا بس هقول معلومه مهمه قبل ما اختم، ان القانون بيقضي بالغاء العمل بنظام صناديق صحه الاسره في المحافظات المنشاه بقرار وزير الصحه لسنه 2003، وانها تقول ارصده حسابات هذه الصناديق لموارد الصندوق المقترح انشاؤه. اتمنى انه ده هيكون معناه المباشر انه كل جهود مصر من أجل تطوير صحة الأسرة المصرية، ما يخص الصرف على خطط تنظيم الأسرة، توعية الأسرة، قانون صحة الأسرة، وده قانون برضو مهم شغالين فيه في مجلس قومي للأسرة، هيصب في هذا الصندوق. بشكركم جدا، بكرة إن شاء الله حلقة جديدة، ودلوقتي تصبحوا على ألف خير.